شنطة المعالي، شنطة المعالي دي لازمتها ايه؟ قولولي، ما بتستخدمهاش اصلا. انا عمري في حياتي ما رحت العروسة او رحت لحد من الجواز بره 20 سنة طلع لي من شنطة المعالق دي. شنطة المعالق دي بتفضل مقفولة كده كأنها آثار، اهي بتتعامل معاملة الآثار عندي. ملهاش في بقى واحدة غيري تقول ايه، انا عايزة استانلس والمونيا وسيراميك وجرانيت وتيفال، الخمسة انا عايزة الخمسة، الخمسة لازم يقولي في ايه. هو انت متجوزة دنياصور؟ في انت متجوزة دنياصور مثلا هيعمل يعني انت الحلل دي كلها هتعملهم، والحلل مثلا جيت مثلا وانا بشتري الاطقم، في اطقم حلل الغطا بتاعها ازاز، قلت انا عايزه اشتري الازاز ده، ماما قالت لي بعيده عنه، انت مليون مره الغطا بيفلت من ايدي، فلو الغطا فلت من ايدي والازاز كده الحله ما بقتش حله، بقت صينيه. طب على ايه؟ اه صح يا ماما، انت عندك حق. طب خلاص انا مش هشتري الحلل اللي هي بغطا ازاز. وقال ايه، كنت عايزاها ليه؟ عشان اشوف الفشار وهو بيطرقع. فبصوا يعني عايزين نفكر في احتياجاتنا. انا جايبه 6 اطقم كاسات، 6 في 6 36، يعني 36 كاس عندي في النيش كده، كتير قوي كتير قوي. انت لو جبت 36 كاس يعني 6 اطقم، انت كده عامله اللي ما يتعمل. ناس بقى تقول انا عايزه اجيب طقم عشاء وطقم غدا وثلاث اطقم عشاء وطقم غدا وسوم. ابوس ايديك ابوس ايديك، ما تقفليش النيش بالمفتاح ولا بالقفل. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سوسيه. فيديو النهارده بتكلم عن نصايح للعروسه. اي عروسه بتجهز يا ريت تسمعي الفيديو ده، انا هقول لك خبرتي كلها في الجهاز، وجبت ايه وما جبتش ايه، وايه اللي كان ليه لازمه وايه اللي كان ملوش لازمه. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، انا في متابعه عزيزه عليا كانت طالبه مني ان انا اعمل فيديو عن نصايح للعرايس، اقول لهم يعني التجربه بتاعتي وانصحكم كده. انا عارفه ان الفيديو ده هيزعل ناس كتير بجد، عشان انا هقول كلام بس هو الحقيقي والله. ولو انت مثلا زعلتي منه دلوقتي، فانت لما تعيشي لما تتجوزي ان شاء الله كده ونفرح بيكي، هتعرفي ان انا الكلام ده كان كله صح. يلا بينا. تمام، انا همسك جزء جزء. اول حاجه عندي جزء الملايات والفوط واللبس والحاجات دي، قسم الاقمشه يا جماعه. اول حاجه عندي الملايات. انا بشوف ناس بتجيب ملايات مثلا بال24 ملاية، في ايه في ايه بجد؟ يعني انا اكتر حاجة هجيبها 12 ملاية، 16 ده انا كده بقى ايه عملت يعني بصوا مش عايز اقول لكم انا عملت ايه، ده انا كده يعني من اغنى الاغنياء. هما هذه 12، 6 ملون مثلا و6 مشجر. هاتي مثلا اللي باستيك، هاتي من غير استيك، شوفي بعد كده ايه اللي هيريحك اصلا بعد الجواز. شوفي انت هترتاحي للملايات الغامقه ولا الفاتحه، هتعرفي بقى نوع القطن، ان انت ساعات بتبقي مش فاهمه بتاخدي بالشكل كده وخلاص، في الاخر تلاقي ده اصلا الياف صناعيه واقمشه صناعيه انت مش طايقاها مش هتعرفي تنامي عليها، كل ده انت بتعرفيه. غير كده انت بعد الجواز انت بتجددي في البيت بتاعك، يعني كل ما الملايات بتبوظ بقى ولونها بيروح او بتتقطع او كده، انت بتجيبي ملايات غيرها زي بقيه البني ادمين. انا عايزه افهمكم كده حاجه من اول الفيديو ده، ان الجواز مش نهايه، مش نهايه العالم، انت لازم تجيبي كل حاجه وبعد كده تتجوزي، لا انت الجواز دي بدايه، يعني انت ممكن تكملي شراء بعد ما تتجوزي عادي، والله مش عيب، مش عيب خالص. ممكن الناس اللي بتيجي مثلا تنقطك بالحاجه اللي هي ناقصاكي، برده مش عيب خالص. ده المفروض تكتبي لسته كده تحلليها على باب الشقه، انا ناقص لي ملايه لونها فوشيا، انا ناقص لي ملايه لونها بامب، هم يجيبوها لك عادي، مش لازم تجيبي جبل. يعني تيجي بقى على الفوط، انا بقى برده بلاقي ناس بيخشوا بالميت فوطه، في ايه في ايه بجد؟ يعني انا عايزه افهم يعني ايه وجهه نظرك ان انت تشتري فوط كتير قوي كده، برضو 12 فوطة يا حبيبتي كفاية، يعني ده انا كده بقولك حاجات كتير، انت يعني لو جبت اقل مش عيب. بص بقى لو تركوا تجيبوا اعداد قد ايه وكده. انا بقى عايزة اتكلم معاكم في نقطة، اصلا انا بنت خالتي جابت 12 لازم اجيب 16، اصلا انا بنت خالتي جابت 12 فوطة انا هجيب 18 عشان ابقى احسن منها، مش زيها، ده انا ابقى احسن منها كمان. وفي احنا نعمل سباق، هي ما بتتقسش كده، ما تقارنيش نفسك بحد، كل واحد يمشي على حسب ظروفه، كل واحد يمشي على حسب امكانياته، كل واحد يمشي على حسب احتياجاته. الاحتياجات دي اهم حاجه، يعني انا محتاجه دلوقتي 12 فوطه، خلاص لما ازهق منهم او يبوظوا هجيب 12 فوطه تانيين عادي. هنخش بقى في الهدوم. انا عارفه بنات بتجيب الهدوم اصغر من مقاسها، يعني مثلا لو هي مقاسها مدي ما انا هجيب سمول عشان بقى تبقى حاجه ضيقه عليا كده متظبطه عليا، اصل انا عروسه.
في الاخر خالص انا مش عايزه اقول لك يعني مهما هتحافظي على جسمك انت هتتخني كده كده، اذا كان بقى عشان قعدتي في البيت، اذا كان بقى عشان هرموناتك اتغيرت، اذا كان بقى علشان حملتي، الف الف مبروك. كل ده هيغير من هرموناتك ومقاساتك هتتغير، وهتضطري ان انت تاخدي جلاليب امك في الاخر عشان تلبسيه، عشان انت ما عندكيش هدوم اصلا مقاسك. مش لازم تجيبي هدوم كتير وتملي الجبل هدوم، لازم تخشي بقى ايه بمليون طقم خروج ومليون جزمه ومليون شنطه، لا هاتي احتياجاتك بس، عشان كل الحاجات دي بتتركن في الاخر وبتبوظ. الحاجات دي ما بتشيليها قبل الجواز فتره اهي، وبعد الجواز بتشيليها فتره تانية، الحاجات دي بتبوظ. وبرده هاتي بيجامات صيفي وبيجامات شتوي مش كتير، يعني هاتي امكانياتك اتنشرات. بصي مشيها اتنشرات في الفيديو. هنيجي بقى على الاجهزه الكهربائيه وحاجات المطبخ. قبل ما تشتري الاجهزه الكهربائيه، انت مثلا عجبك بوتاجاز، اعملي سيرش عليه على اليوتيوب، على جوجل، على اسك، على اي حاجه، شوفي الناس قالوا ايه عليه، مش مجرد ان هو شافك الله ده البوتاجاز ده عيونه خطيره انا لازم اشتريه. في هو احنا وقت الرومانسيه تقولوا عيونه ومش عيونه؟ احنا دلوقتي بنتكلم في حاجه مهمه، ان احنا عايزين نعرف الحاجه اللي احنا هنجيبها دي حلوه ولا وحشه، فهنسال، نسال الناس اللي اكبر مننا، نسال الناس عن تجاربهم. انا اشتريت بوتاجاز ده هقول رايي، لو انا محرقه من البوتاجاز ده وحرق دمي انا هكتب عليه اوعى حد يجيبه، مش عايزه انفع الشركه اصلا. لو هو حلو هكلم برضه هقول الله البوتاجاز ده بصراحه جميل قوي، وهقول ايه انا عايزه اخد ثواب بقى، وهقول خبرتي والناس تشتريه عشان هو حلو. فكده كده هتلاقي الناس بتقول الحقيقه، يعني مش هتلاقي ناس بتكذب عليك. فانت خدي راي الناس. انا كنت نازله اشتري بوتاجاز معين مش هقول اسمه، وكنت مصممه عليه عشان شكله بقى كان حلو قوي، كان ازاز بقى اسود بقى فاميو بتاع الجلاله واخداني في الحته دي. في الاخر خالص في اخر لحظه سالت عليه، الناس كلها اشتكت منه، قالوا لي لازم تفتحي الفرن عشان التهويه، وانا بسوي الحاجه وانا مش فاضيه، انا مش عايزه اوجع الدماغ. في الاخر خالص اشتريت الحاجه العمليه وهي مريحاني. هنيجي مثلا على الخلاط، الكيتشن ماشين اللي هي قد كده، ده جهاز انا بالنسبه لي ملوش اي 60 لازمه، اي 80، اي 100 لازمه، مش 60 بس. ليه بقى؟ لان هو بيشتغل على موتور واحد، فالموتور ده لو اتحرق كل الكيتشن ماشين بقى، الكبه والمطحنه دي والخلاط والمش عارف ايه والعصير، كل ده هيقف. ما هي هم شغال على مكنه واحده. لا انت تعملي بقى ايه، انت تاخدي فلوس الكيتشن ماشين دي وتجيبي الكبه لوحدها والهاند بلندر لوحده والعجنه لوحديها والعصيره لوحدها والخلاط لوحده، شوفي بقى انت محتاجه ايه في الحاجات دي وهاتيها، مش لازم تجيبي السته. هاتي الحاجات اللي انا عن نفسي انا ما بستخدمش الخلاط والكبه، الكبه العاديه دي والخلاط العادي. انا ما استخدمتش هاند بلندر نهائي، ما اشتريتهوش، ولقيت في ناس كتير بتشتريه جدا. انا بصراحه قالوا لازم تجيبي هاند بلندر، انا حاسه ان هو ملوش لازمه في حياتي، حاسه ان الخلاط هو بيعمل لي كل حاجه، انا اشمعنى اجيب هاند بلندر واعمل كده؟ يعني لو انا خدته هديه على حاجه كتر خيرهم يعني، بس انا مش هشتريه غير لما اكون محتاجاه. انت عارفه انا كنت بجيب الحاجات ازاي؟ يعني مثلا كنت مثلا باخد راي مين، او بفكر ازاي انا اشتري الحاجه بتاعتي، لك ان تتخيلوا بقى. كنت مثلا بتفرج على سي بي سي سفره، كانت لسه فاتحه، كنت مدمنه عشان بتعلم الطبخ بقى، لازم اطبخ بقى ولازم اظبط نفسي. انا كنت بشوف الشيف بيستخدم ايه عملي واشتريه واكتبه في ورقه. يعني مثلا هو هيستخدم معالق خشب، يبقى معالق خشب. هيستخدم حلل وصواني ستانلس، يبقى انا هشتري ستانلس. الحاجات العمليه، لان الشيفات دول بيبقوا عايزين حاجات عمليه بقى ايه، ما بيحبوش المياصه. يعني احنا الناس مايصه كده، هما ما بيحبوش المايصه، يعني هيتمايصوا ازاي وهم عايزين حاجه عمليه وحاجه يعني الوقت بتاعهم سريع، فهم عايزين حاجات عمليه. فلما جيت اشتري الحلل، انا قلت لمامتي انا عايزه يا ماما طقم ستانلس وطقم المونيا بس، مش عايزه حاجه تاني. جبتهم. في بقى واحده غيري تقول ايه، انا عايزه ستانلس والمونيا وسيراميك وجرانيت وتيفال، الخمسه انا عايزه الخمسه، الخمسه لازم يجولي. في ايه؟ هو انت متجوزه دنياصور؟ في انت متجوزه دنياصور مثلا هيعمل يعني انت الحلل دي كلها هتعمله ام الحلل مثلا؟ في ايه؟ انت هاتي طقمين كفايه، الطقمين ده يعني الطقم 6 قطع اعتقد، يعني 12 حله، عندك 12 حله في البيت، لما يبوظوا هاتي غيرهم. انا مثلا لما جيت كنت جايه جاهز، ما اشتريتش تيفال خالص، لان التيفال عندي انا بخربه من اول لحظه. يعني كان عندي ماما مثلا عندها تيفال، انا حاجه كده عندي وانا بطبخ بقعد اطبل على الحلل، عارفين الحركه اللي انا بفضل معلقه مثلا لو فيها حبتين رز اقوم عاملهم في الحله كده، فطبعا لما بعمل الخبطتين دول التيفال بيقشر،
بعدت عن التقفال عشان الحركه دي بعملها على طول لحد دلوقتي. اشتري الاطقم، في اطقم حلل الغطا بتاعها ازاز، قلت انا عايزه اشتري الازاز ده، ماما قالت لي ابعدي عنه، انت مليون مره الغطا بيفلت من ايدي، فلو الغطا فلت من ايدي والازاز كده الحله ما بقتش حله، بقت صينيه. طب على ايه؟ اه صح يا ماما انت عندك حق. طب خلاص انا مش هشتري الحلل اللي هي بغطا ازاز. وقال ايه؟ كنت عايزاها ليه؟ عشان اشوف الفشار وهو بيطرقع. قال ايه؟ عايز اشوف البخار وهو طالع كده. طبعا يعني بصوا، اسباب مش واقعيه، مش عشان سبب علمي او سبب صحي، لا هو سبب ان انا عايز اشوف الفشار وهو ازاي بقى الفشار بيطرقع يا جدعان، انا لازم اشوفها بقى، انا عايزه اشوفها طبعا فوق دماغي ماشي. ده بتكلم في نقطه معينه في ان احنا نشتري اللي نحتاجه واللي مش نحتاجه. فانت عاجبك تلاجة، بوتاجاز، عاجبك اي حاجة، اعملي سيرش عليها وشوفي سعرها مناسبك ولا مش مناسبك، يناسبك ولا مش يناسبك قصدي، وهاتيه. مثلا واحدة بتحب تخزن حاجات ومامتها متعلمة ان هي بتخزن حاجات لازم، وديب فريزر ده حاجة اساسية في حياتهم، فلما تتجوز شيء كده يعني لوحدهم هيروح يجيبوا ديب فريزر، لان هي بتخزن، الانسانة كده بتحب بقى تخزن وبتاع ماشي. هذه الديب فريزر، واحده ما بتخزنش ولا ما بتخزن وبتروح تجيبي كيس من خيط بسمه وتعمليها، ايه لازمه الديب فريزر في حياتك؟ هتتجوزي ديناصور برضو؟ انا مش عايزه افهم يعني. وساعات بقى ماشي يا ستي لو مطبخك واسع هاتي، انت ساعات بقى بيبقى مطبخك قد كده قد كده بالظبط، هيكفي اساسا البوتاجاز بالعافيه. فبصوا يعني عايزين نفكر في احتياجاتنا. انا عن نفسي كان الميكرويف ده اي حد بيتجوز لازم يشتري ميكرويف، انا ما بحتاجش الميكرويف، مش عايزاه، انا بسخن في الفرن مش عايزه ميكرويف، ما جبتش ميكرويف، قلت فلوسه هصرفها في حاجه تانية. تمام يعني كده خلصت الاجهزه الكهربائيه، واي سؤال عندكم اكتبوا لي في التعليق وانا لو عارفه هجاوب عليه. هنيجي بقى لنقطه ايه، الاطباق والكوبايات والنيش، جهاز العروسه بقى اللي احنا اللي هو بقى بيبقى في حياتنا بقى والعادات والتقاليد. طيب هبدا لكم من اول الصاله، النيش. في ناس كتير تقول النيش ده حاجه مش مهمه، والنيش ده اصلا عاده سيئه، هاتوا بداله كوفي كورنر، هاتوا بداله مش عارف ايه، هاتوا بداله مرجيحه، هاتوا بداله عجله. طيب انا جايبه نيش في شقتي، بس عاملاه بطريقه معينه، عاملاه ان هو نيش ساده خالص، في حاجات معينه مش حاطه فيه ولا مفارش ولا حاطه فيه بقى ترتر والحاجات اللي بتتعمل دي، ولا رصه النيش بقى، عارفين الناس اللي بتقعد ترصص الكاسات بقى على شكل دوريه والكلام ده، انا مش عامله الكلام ده كله. انا جايبه 6 اطقم كاسات، 6 في 6 36، يعني 36 كاس عندي في النيش كده، كتير قوي كتير قوي. انت لو جبت 36 كاس يعني 6 اطقم، انت كده عامله اللي ما يتعملش، لان انت في الاخر خالص بتستخدمي هم كاسين اتنين يوم ما تتشبرقي على نفسك، ما بتستخدميش اكتر من كده. لو الضيوف جاتلك انت مش هتحط لهم في الكاس، عشان هتبقي ماشيه عامله لي كده اهو، والكاسات هتقعد تقع منك، وفي الاخر هتحط لهم في كوبايات الميه العاديه دي. انا عارف انا عارفه بيحصل ايه. او لو انت بقى عايزه تضيفيهم هتحطيهم في الكاسات وهتقع على رجل اللي انت رايحه تديله العصير ماشي. فانت في الاخر هاتي الحاجات العمليه. نيجي بقى هاتي طقم عشا، او يعني طقم عشا كفايه، طقم عشا ده مثلا بيبقى مكون الكبير بيبقى 75 كده اعتقد كفايه يعني. في ناس بقى تقول انا عايزه اجيب طقم عشا وطقم غدا وثلاث اطقم عشا وطقم غدا وصيني والكوبال والكوبيركس ولا اسمه ايه، في ايه، هو انت تتعشي كام مره؟ تجيبي ثلاث اطقم عشا ليه؟ انت تتعشي كام مره؟ فهميني فهميني بس، عشان انا بشوف حاجات يعني ليه. هاتي اللي انت تحتاجيه اقسم بالله. بص انا هقول لكم حاجات بسبب ايه بقى. اول نقطه، انت هتكركبي الشقه عندك وهتحطي حاجات ملهاش اي ستين لازمه، زي بتاعت الحلل اللي بتروح تجيب لي 5 اطقم حلل دي، اقسم بالله انا بلاقي الناس حاطين الاطقم الحلل فوق المطبخ، مفيش مكان بالمطبخ، حاطينها فوق المطبخ بيبقى شكلها وحش، شكلها وحش، بيبقى شكلها معفن. اللي انت حاطه الحلل فوق المطبخ ايه اللي انت عامله ده؟ ما بتستخدمهاش اصلا، بتشيلها لبنتك بقى لما تكبر وتفرحي بيها. طب ليه يعني؟ ليه تعملي كده؟ ما تجيبي احتياجاتك واحتاجتي هاتي. هو انت هتفلسي هتعلني افلاسك بعد الجواز مثلا او حاجه؟ لا بالعكس، انت اصلا بتجيبي احتياجاتك، بعد كده بتشوفي ايه اللي ناقصك وبتروحي بالطلب انا عايزاه وبتستخدميه في نفس الوقت وبتفرحي بيه. هنيجي مثلا على اطقم العشاء اللي اتبقى والنشو اللي انا بقول عليه ده، انت مثلا جبتي طقمين عشاء عاجبينك جدا وقلت مش هستغنى عنهم انا لازم اشتريهم، جبتيهم، انت بعد ما تتجوزي ممكن تعجبك طقم تاني، فهتقولي بقى انا هجيبه برضه، يبقى انت بقى عملتي محل عندك في الشقه. فانت المفروض تجيبي مثلا طقم كفايه قوي،
ولما تتجوزي عاجبه الحاجه تاني هاتي مثلا بتاعك بقى بدأ يتكسر، وابوس ايديك ابوس ايديك، ما تقفليش النيش بالمفتاح ولا بالقفل، استخدمي الحاجه، اعتبري النيش ده دولاب عادي، دولاب مطبخ عادي، طلعي منه الحاجه واغسليها وحطيها. حاولي تخلي يعني انا مرصصه النيش بتاعي بطريقه عمليه جدا، حتى الكاسات ورا بعض والاطباق ورا بعض، ان انا اسحب الطبق على طول، ما اقعدش بقى ايه احس ان انا رايحه اجيب الذره، خايفه ان القنبله تفرقع في وشي. ما تحسسنيش بالاحساس ده، انا بشوف نيش الكاس محطوط فوق الكاس كده، يعني انا عشان اجيب الكاس احس ان انا عارفين قنبله اللي هي السلك الاخضر والاصفر مش عارفه اجيب انهي فيهم. طب ليه؟ طيب ده بالنسبه للنيش، هاتوا نيش بس هاتوا رقيق وهاتوه حلو، وما تملهوش، ما تمليش النيش. شنطه المعالق، شنطه المعالق دي لازمتها ايه؟ قولولي، ما بتستخدمهاش اصلا. انا عمري في حياتي ما رحت العروسه او رحت لحد من الجواز بره 20 سنه طلع لي من شنطه المعالق دي. شنطه المعالق دي بتفضل مقفوله كده كانها اثار، هي بتتعامل معامله الاثار عندي، ملهاش اي 60 لازمه. واسعارها ايه يعني؟ اسعارها غاليه جدا. هاتلي شوك ومعالق نظيفه واسعارها حلوه وفرداني، وهات اللي انت عايزاه. هات يا ستي 24 معلقه يا ستي، يعني انت مش هتستخدمه اصلا، الاستحاله 24 فرد يجي ياكل عندك مره واحده. ماشي ماشي يا ستي. طقم الصيني، انا رحت اشتري طقم صيني كان من 7 سنين اعتقد، فماما قالت لي، قلت لها ماما مش عايزه طقم صيني، قالت لي لا لازم نمشي على التقاليد، طقم الصيني لازم طقم الصيني عشان هنكتبه في القايمه. رحت اجيب طقم الصيني، كان ايامها 3000 جنيه، كتير. الراجل بيقول لي 4000، ماما كانت عامله حسابها على 2000 اعتقد. قلت له بجد؟ وماما تقول لي اه، ما طب مش عارف ايه. وطبعا سيليك اصلا كان شكله مش عاجبني، مش داخل دماغي، عشان اصلا انا ما بحبش الشكل الصيني، ما بحبش الاطباق الصيني، بحب الاطباق البيضه الساده، لكن الشكل الصيني بقى عليه ورده ذهبيه والكلام ده انا ما بحبوش اصلا. ولو حبيته يعني اجيبه ليه ب 4000 جنيه؟ طب دلوقتي اصلا بقى ب 12000 و 30000، اسعار كده خزعبليه. وبرده بروح، عمري في حياتي ما حد قدم لي في طبق صيني، اللي قدم لي في طبق صيني يكتب لي كده من قرايبي او من اي حد، محدش قدم لي في طبق صيني قبل كده ابدا. مفيش غير الطبق اللي هو الطقم اللي بيبقى ب 600 جنيه ده، بيحطوا لي طبق غاسلينه والطقم الصيني ده. عارفين لو الطقم الصيني ده حد قدم لي فيه وانا وقعته وكسرته هيحصل ايه؟ هيبقى في طار بين العيلتين. ده انا بتكلم بجد، انا ما بهزرش. في الاخر خالص عجبني اللحاف عند الراجل، قلت له اللحاف ده بكام؟ قال لي ب 700 جنيه. قلت له هات لي، هاته لي كده، ماما انا هجيب اللحاف مش جايبه طقم صيني. قالت لي ازاي؟ قلت لها هو كده، مش انت عايزه تروحي بحاجه؟ انا خلاص كده انا جبت حاجه من الجهاز بتاعي، انا هجيب لحاف مش هجيب طقم صيني، الموضوع خلصان بالنسبه لي. وفي الاخر خالص ما جبتش طقم الصيني، وجبت الحاف على الاقل يغطيني وانا سقعانه في الشتاء. دي حاجه، دي حاجات اساسيات، الطقم الصيني ده بالنسبه لي مش اساسيات. المهم لما جينا نفرش، قرايبي قالوا ايه، سايبين زي صفين كده في النيش، مع ان النيش بتاعي ما كانش فيه مكان اصلا، سايبين صفين عشان يعملوا لهم. سايبين الصفين اللي تحت دول ليه؟ عشان الصيني. فين الصيني؟ قلت لهم ما جبتش صيني اصلا. كلهم بصوا لي كده وبرقوا لي، وبعد كده راح فجأة كده قالوا لي صدقي ان انت جدعة، انت جدعة، انت طلعت بره التقاليد والعادات، انت شاطرة، انت مش عارف ايه. وما جبتش طقم صيني ولا جبت بقى اي حاجة من الخزعبلات دي. طقم صيني ده بيتوارث، انا لحد عند جدتي حاطاه في النيش بورقته كده اهو، وما بتستخدموش اصلا. انت شايفين جدتي الله يرحمها بقى ماتت وسابته والله، ولسه بالورق، يعني كل بين كل طبق وطبق ورقة من كتر ما هي خايفة عليه. انا بالنسبه لي طقم الصيني ده ما بحبوش غير في حاله واحده، لو انت بقى مدمنه صيني هاتيه بقى وربنا معاكي يا ستي، ربنا معاكي. الطقم يعني الطبق يبقى واقف عليه ب 300 جنيه ليه يعني؟ ليه ليه بس؟ هتكلم دلوقتي على نقطه البطاطين بقى واللحفه والسجاجيت والكلام ده. انا بلاقي ناس داخلين مثلا بخمس تلحفه وخمس بطاطين، في ايه؟ هو انتوا اللاجئين هيجوا يقعدوا عندكم؟ انا ده عايز افهم، حد من اللاجئين هيجي يقعد عندكم من اي بلد عربيه شقيقه هتيجي تقعد عندك؟ فانت لازم تجيبي ال10 بطاطين، في ايه؟ الاكسسوارات بقى والفازات والورد والكلام ده، انا عن تجربتي، انت هتشوف الفيديوهات اللي هي الفيديوهات اللي انا بعملها، بقعد اجيب فازات وحاجات دلوقتي. على فكره ما جبتهاش ايام الجواز، عشان كده انا بجيبها دلوقتي. المفارش مثلا بتاعت السفره والترابيزات الانتريكا كان خلاص فلوسي فنشت، فكان لازم اجيب الحاجات الاساسيه اللي هي زي الستاير والسجاجيد والحاجات دي، علشان هي دي الاساسيات. لما اللي هيخش هياخد باله ان الشباك ما عندوش ستاره، بس مش هياخد باله ان الترابيزه ما عليهاش مفرش. والحمد لله انا ما اشتريتش مفرش، ده انا كان ذوقي ايامها نيله، ده انا والله العظيم لو كنت جبت المفرش اللي كان عاجبني ايامها كنت زماني مرمي، يعني ده انا ببص عليه كنت ماشيه قبل كده لقيته
بعد بقى ما اتجوزت وذوقي اتغير جدا، بتبص كده بقول يا نهار اسود، هو ده اللي انا كنت هشتريه؟ كان ذوقي نيلة، دلوقتي ذوقي اتغير وبقى عملي، وبختار الحاجات اللي انا عايزاها ومقتنعة بيها، واول ما بجيبها بحطها وبيبقى الدنيا تمام. الفازات والحاجات دي مش حاجات اساسيات خالص عشان اصرف عليها الافات جنيه الافات، وانا ممكن اجيبها بعد الجواز عادي. يعني انت لو معكيش فلوس ما تقوليش عليا طالما هخش غير بالفازه مش عارف ايه، لا هاتي الحاجات الاساسيات، هاتي الاساسيات كلها، خلصت الاساسيات خش بقى في الرفاهيات، عشان دي بالنسبه لي رفاهيه. يعني انا اجيب فازه ورد دي حاجه رفاهيه، مش حاجه اساسيه. الاساسيات عندي اجهزه كهربائيه، الحاجات اللي هتغطى بيها، الحاجات اللي هدوس عليها، الحاجات اللي هاكل فيها، هي دي الاساسيات. يعني في ايه بجد؟ والناس بتقلد بعض بقى. يعني اكتر حاجه، اكتر حاجه اللي عامل كل الجو ده بقى ان هما الناس بتقلد بعض. انا اختي جابت كذا انا هجيب كذا، بنت خالتي جابت كذا انا هجيب كذا. بصوا انا لما جيت اتجوز انا ما كلمتش نفسي بحد خالص، ودخلت وكانت شقتي ناقصه حاجات كتير، بس حاجات مش متشافه، يعني حاجات مش اساسيه. يعني انا بقول لكم فلوسي فنشت على اخر ستاره، فلوسي فنشت عليها خلاص، في مفارش وحاجات ما جبتهاش عادي، هجيبها بعد الجواز، جبتها الحمد لله. وذوقي، انت على فكره انا بقول لكم كل الكلام ده ليه؟ ذوقك بيتغير بعد الجواز، واحتياجاتك بتتغير بعد الجواز، وبتتخيلي ان انت حاجتك. يعني انا عن نفسي انا في حاجات جبتها زهقت منها، ذوقي اتغير. يعني مثلا كنت زمان اجيب مثلا كوبايات لونها فسفور مش عارف ايه، انا دلوقتي بحب الكوبايات تكون ساده خالص وهاديه عشان اعصابي تهدى، فذوقي اتغير. ففي الاخر خالص حمدت ربنا ان انا كان عندي اماكن احط فيها الحاجات اللي ذوقي اتغير فجبتها. حمدت ربنا ان مطبخي كان فاضي شويه فجبت الحاجات اللي كان نفسي فيها، واحتياجاتي بقى انا كنت ناسيه مثلا صفايه فرحت جبتها كده. يعني مثلا عايزه اجيب طقم اطباق عشان الاطباق بتاعتي اتكسرت، وعلمت عليها الحمد لله اول ما اتجوزت بعد اكسر في حاجه، فجبت حاجات اجدد والموضه بقى بتاعتها تجديد. لكن انا لو جبت حاجات كتيره جدا وانا جايه اتجوز، انا شقتي هتبقى مكركبه كركبه ملهاش، يعني هتكركب على الفاضي. مش عيب ان احنا نخش ونقصنا حاجات، العيب ان احنا نبقى طماعين ونبقى عايزين نشتري كل حاجة وما نراعيش ظروف اهالينا خالص. يعني ممكن الام تبقى خلاص جابت اخرها، زمان كانت المرات بتجهز نفسها. انا عن نفسي انا في حاجات كتير جايبها لنفسي من الشغل بتاعي، عشان كده انا حسيت بمامتي عشان بابا توفى الله يرحمه، ف اللي انا كنت محتاجاه جبته، والحاجات اللي هي مش اساسيه ما جبتهاش. ولما اتجوزت لما حسيت ان انا محتاجاها جبتها، لو ما حسيتش ان انا مش محتاجاها مش هجيبها برضو، ومليش دعوه بكلام حد. ولو حد جه اتكلم معايا اقول له انت مالك اصلا، انت انا اللي عايشه في الشقه مش انت. ويا ريت لما حد يخش عند عروسه اللي ناقص عندها حاجه ما تقعدش تقول انت ما جبتش كذا ومش عارف ايه، لو انت حاسس في نفسيتك قوي تبقى هاتها لها هديه. ويا ريت تشتري حاجات في السيل، يعني انت مثلا بتجهزي دوري على السيل واستني السيل، وهاتي هتشتري حاجات كتير. يعني بدل ما الألف جنيه بدل ما تشتري بيها حاجة هتشتري بيها حاجتين، ماشي؟ أنا عارفة إن الفيديو ده هينزل والله هيزعل ناس كتير، أنا عارفة، بس هي دي الحقيقة. والدنيا بعد الجواز مش هتنتهي، الدنيا هتبتدي وهتجيبي حاجات كتير وذوقك هيتغير. ما تزحميش شقتك على الفاضي، الزحمة الكتيرة غلط. ما بحبش ده اخش شقه ليها زحمه ومليانه حاجات، لا هاتي حاجات بسيطه. خلي روحك في المكان، استشيري الناس اللي اكبر منك، اسمعي كلام مامتك. مامتك تقولك لا ده هيطلع وحش، اسمعي كلام عشان بيطلع في الحياه كلامها صح وبيطلع وحش بجد. هي بتبقى فاهمه، هي متجوزه قبل منك يا حبيبتي، هي متجوزه قبل منك وعارفه كل حاجه. اعملي سيرش، نزلي برنامج من تورست وشوفي الافكار، شوفي الفكره اللي هتليق على شقتك ايه واعمليها. حاولي توفري وحاولي تعملي اللي انت عايزاه برضو. اهم حاجه الصرف يبقى في الحاجات الاساسيه، السباكه والسيراميك والبياض، هي دي الاساسيات اللي مش هينفع نصلح فيها. يعني لو السباكه بايظه الشقه هتتدمر، لو الكهرباء بايظه الشقه هتتدمر، هي دي الاساسيات اللي بندفع فيها فلوسنا كلها. لكن غير كده كل حاجه ممكن تتغير، ممكن كل حاجه بتتجدد، المود بتاعنا بيتغير فبنغير. هو الفيديو وصل للدقيقه كام؟ 26. كده غيت كتير، هضطر ان انا اقفل الفيديو. يا رب تكوني استفدتي، وما تزعليش، ليكي يوم وتعرفي ان انا بقول لك الحقيقه. اتجوزي بس، اتجوزي انت هتعرفي. واشوفكم الفيديوهات الجايه، وما تنسوش الاشتراك واللايك لو استفدتي يعني. ويلا باي باي.